اليوم نتكلم عن صحة نينوى، البعض يتحدث عن مستشفيات كروانية كانت ملغاة نعم. والبعض يقول لا ستلغى أحب أسمع من جنابك ما هي المستشفيات التي تم غلقها نهائيا نعم. والكادر أين تم تحويله إلى المستشفيات الأخرى طبعا شكرا جزيلا لهذا السؤال جدا مهم والذي طالما أثار الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الاستفسارات من أهلنا وناسنا في المحافظة نطمئن من هذا الموقع أهلنا وناسنا في محافظة نينوى أن لا توجد لدينا مستشفيات كاملة تم إغلاقها التي تم ازالتها وليس اغلاقها هي اصلا كانت مغلقه للفتره السابقه وهي مستشفى الجمهوري التعليمي ومستشفى البتول التعليمي التي كانت تشغل مكان داري منظمه داري جلبت قسم من الكرفانات التي كانت موجوده في منطقه العذبه ابان عمليات تحرير محافظه نينوى تم نقلها في بادئ الامر بعد تحرير المحافظه عام 2018 وتم خلينا نقول استخدامها من قبل مستشفى الجمهوري والبتول كموقع بديل آه لحين قبل تقريبا عاما آه تم بناء آه مستشفي الجمهوري ايضا موقع بديل الا انه ستراكشرال تركيبي وليس كرفاني وفيه شهادة آه امن وسلامه من قبل الشركه الالمانيه انه مقاومه أي الحريق انت كنت تديره نعم انا كنت مدير متميزه تقريبا هاي. فتره سنه ونصف تقريبا قبل ما اروح لدائره الصحه اضافه الى بنايه العتبه الحسينيه المقدسه التي قامت ببناء موقع اخر في مستش في المجمع الشفاء الطبي الايمن التابع لدائره الصحه 2 وتم استغلاله من قبل مستشفى البتول كموقع مه. لمستشفى النسائيه الاماكن التي تم ازالتها بعد هذا القرار الصادر من دوله رئيس الوزراء والحكومه العراقيه وبتنفيذ طبعا وتوصيات ايضا من قبل معالي وزير الصحه الاستاذ الدكتور صالح عماد الحسناوي اثناء تواجده على مدى ثلاثه ايام لمتابعه الفاجعه التي حصلت في منطقه الحمدانيه لدينا قسم النسائيه في مستشفى الخنساء التعليمي في الجانب الايسر كان ايضا يشغل موقع كرفان اضافه الى وحده للخدج تم ازالته بعد هذا القرار الا انه نطمئن اهلنا وناسنا انه الاماكن البديله الموجوده في المحافظه تفي بالغرض لاستيعاب الاعداد التي كانت تزور هذه المستشفيات قمنا باجراء تنسيب مؤقت لمنتسبي مستشفى الخنساء نتيجه ازاله الكرفانات الى باقي المستشفيات كمستشفى البتول التعليمي والان من هذا الموقع نبشر اهلنا وناسنا انه حصلت موافقه من رئاسه الوزراء على استغلال واستخدام المراكز البحثيه اللي موجوده في الجامعه مم. والتي هي بواقع 150 سرير كمواقع بديله او مؤقته لتغطيه النقص الذي حصل نتيجه ازاله قسم من الاقسام والوحدات الكرفانيه اللي كنا نشغلها كدائره صحتنا هنا اي لا يوجد مستشفى متكامل كرفاني آه آه تمت ازالته وحصل تاثير كبير على الواقع الصحي المقدم اذا المراكز البحثيه اليوم متى ستفتح بابها <applause> رسميا نحن منذ فتره نتحدث وما هي الاقسام والردهات التي سيتم استقبال <applause> المواطنين نعم طبعا المراكز البحثيه الان العمل جاري فيها ويتم استقبال المرضى فيها الا انه ليست آه المراكز البحثيه كبنايات متكامله م. لدينا سبع بنايات تقريبا بنايتين يتم استخدامه من قسم من الأقسام والوحدات على سبيل المثال إجراء عمليات الجراحات المسالك البولية وقسم من عمليات جراحة الجملة العصبية وقسم من العمليات المنظارية الخاصة بالجهاز الهضمي اغلب العمليات هذه عمليات بسيطه ويوميه لا تتطلب مبيت الا انه بعد استحصال موافقه رئاسه الوزراء على استغلال هذه المستشفى ك 150 سرير ان شاء الله في الايام القليله القادمه سوف يتم استغلاله من قبل دائره صحه نينوى وتوجهنا نحو قسم النسائيه الذي تم ازالته من مستشفى الخنساء نتيجه اشغاله لموقع كرفاني الى المركز البحثي طبعا هو المفيد في هذا الامر انه مواقع قريبه على بعض إن شاء الله وسوف تغطي الساحل الأيسر الذي الآن فقط لدينا مستشفى السلام التعليمي فيه شعبة نسائية م -م. يعني خلينا نقول تقوم بتقديم